اذا الان عندنا هلا طلعنا احنا الممبر شيب تبعت الاول وطلعنا الممبر شيب تبع الثاني. على فكره هلا يمكن بطلنا نحتاجهم هدول، مش هيك؟ بقدر امحيهم واحط هدول. فملخص اللي طلعناه من هون انه بروجكت فاندنج الفاليو هلا تبعها إلها ممبر شيب 0.5 ان A1 و 0.5 ان A2 و 0 ان A3، مش هيك؟ هاي النتيجة اللي احنا بدنا اياها. وايش اللي عملناه هون؟ عملنا فازيفيكيشن، اخذنا الكريسب فاليو تبع البروجكت فانكشن وعملنا له فازيفيكيشن، مش هيك؟ واعطاني انه هو عضو 0.5 في هاي 0.5 في هاي و 0 في هاي. وجينا نفس الشيء على البروجكت ستافينج، البروجكت ستافينج عملنا له فازيفيكيشن، كان عندي عدد الستاف 65 موظف، 65 موظف هو كريسب فاليو، حولناه عملنا له فازيفيكيشن، اعطاني له ممبر شيب 0.5 ان بي 1 وله 0.9 ان بي 2. ما فيش بي 3، اوكي؟ ماشي؟ اذا هاي خلصت من هالامكان، هلا احطهم هدول على جنب، ما راح احتاج هدول. راح احتاج بعدين البروجكت ريسك. فخلينا ناخذ الان، راح امحي هذه كلها من هون. واذا الان نطبق الرولز. هلا نراجع الرولز الاساسيه. مشكلتي هون لو انهم هدول كريسب بقدر استعمل التروث تيبل تبعت الاور. التروث تيبل تبعت الاور بتقول A B C 0 0 بتعطيني 0 0 1 بتعطيني 1 1 0 بتعطيني 1 1 1 بتعطيني 1، مش هيك؟ هاي التروث تيبل تبعت الاور. لكنها في الحاله هاي نعم. بس بالنسبه للخط المستقيم لما طلعنا القيم، هسا المفروض احنا بنيجي نطلعها من الرسم بتاعتنا ونطلعها كمعادلات؟ لا، اسهل شيء انك تطلعها هلا بالرسمه. بعطيك اياها بالامتحان بتطلعها بالرسمه. ما في حاجه لدقه، المهم انك تكون فاهم شو اللي عمالك تعمله بتطلع له. اذا هذه عندنا احنا عارفين هالهاي، بس انا عندي هون هلا المشكله فازي. بدي اجي اطبق هلا الرول الاولى، بدي اخذ الرول الاولى، عمالي بقول project funding is adequate. هلا project funding is adequate هذا ايش قيمته بالحاله هاي؟ project funding is adequate قديش عضويته في الادكويت؟ الادكويت هو A3 0 or project staffing is small. project staffing is small عضويته في السمول اللي هي B1 هي 0.1. إذا هاي القيمة تبعتها هون project staffing 0.1. أنا بدي أعمل أورينج لزيرو مع 0.1. إحنا بنعرف نعمل أورينج لزيرو مع واحد، ما بعرفش أعمل أورينج لزيرو مع 0.1. في عندي two methods of evaluation. في method، إذا هدول راح أحطهم هون two methods of evaluation، وبدك تحددهم لما تبني السيستم، بدك تحدد methods of evaluation. في method of evaluation اللي هي المين ماكس ميثود. لاحظوا احنا هون لما اجينا شو عملنا؟ كانه هون الاور بقدر افكر فيها كانها الماكس، مش هيك؟ الاور كانها ايكوفلنت لماكس. بال 0 0 كانه اخذنا 0، بال 0 1 شو اخذنا؟ الماكس، وبال 1 0 اخذنا الماكس، وبال 1 1 اخذنا الماكس، مش هيك؟ اذا انا ممكن احول الاور لماكس، ونفس الشيء اذا تطلع على الاند جيت، الاند جيت كانها كانت من 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1، مش هيك؟ كاني بدي احول المين ماكس اندر ذا مين ماكس ميثود، بحول الاور بتصير ماكس فانكشن والاند بتصير من فانكشن. شو يعني من؟ يعني باخذ المينيمم فاليو وباخذ الماكسيمم فاليو من هون. فبصير عندي اذا طبقت هذه على 0.1 شو بتعطيني؟ 0.1، اوكي؟ لكن في كمان طريقه ثانيه اللي هي البرودكت او probabilistic or. هون كاني بلجا لنظريات البروبابيلتي والانترسكشن واليونيون. عندي هون اذا اخذت برودكت، لاني بضرب التو probabilities في بعض، وإذا أخذت probabilistic or بعمل union ما بين التنين. فالprobabilistic or فالبرودكت يعني بحول أنا الـ AND بضرب الـ OR لجمع. خلينا أحطهم بنفس الترتيب إحنا أخذنا من أوكي. خليني أقلب هدول بس على الجهة الثانية، راح أحطهم دي هون AND تتحول لمن، والـ OR تتحول
هاي احد الطرق اللي ممكن استعملها. هلا اذا بتطلعوا لو انا عندي نرجع لفن دايجرام. لو عندي A و B، A و B بيمثلوا الايفنتس A و B، اه؟ متذكرين لما كنا نقول ايش احتمال انه يصير A and B، شو كنا ناخذ؟ الانترسكشن. اوكي؟ كبروبابيلتي، probability of A and B بتساوي probability of A مضروبة في probability of B. اوكي؟ مش متذكرينها؟ احتمال انه يصير ايفنت معين، اذا مثلا احتمال انه يصير فرضا انك اذا طبعا الايفنتس لازم يكونوا اندبندنت، اه اندبندنت ايفنتس يعني حصول ايفنت ما بياثر على حصول الايفنت الثاني. يعني مثلا طالبين موجودين بالجامعه ما بيعرفوش بعض ولا لهم اي علاقه ببعض والايفنتس تبعتهم حياتهم ما بتتاثر ببعض، احتمال انه الطالب الاول يجي على الجامعه 0.6 واحتمال انه الطالب الثاني يجي على الجامعه 0.4. شو احتمال انه الطالبين يجوا على الجامعه اذا كانهم اندبندنت؟ 0.4 في 0.6 مش هيك؟ 0.4 في 0.6 0.24 مش هيك؟ ما لهم علاقه ببعض. لكن لو الطالبين هدول اصدقاء مع بعض وفي ارتباط بينهم في احتمال كبير اذا اجى الاول يجي الثاني لانه صديقه، واذا ما اجى الاول ما يجي الثاني، هل هدول اندبندنت؟ بالحاله هاي ما بكون 0.4 في 0.6 بكون شيء ثاني، ما راح ادخل فيه هون لهذا. اوكي؟ هدول صاروا هدول راح اعتبرهم اندبندنت ايفنتس، ما فيش ارتباط بينهم، يعني فيش ارتباط بين التو ايفنتس منهم. اذا هاي احد الاوبشنز اني اعمل هون، وهذا سميناها الفانكشن برودكت. اذا الاند بتتحول لبروبابيلتي اوف اي مضروبه في بروبابيلتي اوف بي، هدول كانه صرنا نفكر فيهم كانهم بروبابيلتيز. فلو هذه كانت اند 0.1 اند شو بتصير؟ زيرو. اوكي؟ طيب لو انا بدي ايش احتمال انه يصير اي اور بي؟ وين بتكون الاريا اول شيء؟ ايش احتمال الايفنت اللي بيمثل انه يحصل اي او بي؟ كله الا الا هذاك اكسكلوسيف هون، انت عم تحكي عن اكسكلوسيف هون، انا عمالي بقول انه يصير اي اور بي، هل هذا هلا بكون راضي اذا صار اي اند بي؟ هل بكون زعلان اذا صار اي اند بي؟ لا انت عم تحكي عن اكسكلوسيف هون، انه يصير اي او يصير بي بس ما يصيرش اي اند بي، هذا الاكسكلوسيف اور. انا بحكي عن الاند هلا، فعندي هون عفوا انا عم بحكي عن الاور. الاور هو هي كل المنطقه هاي اللي هي الاتحاد، مش هيك؟ بنسميها احيانا الاتحاد، اللي هي probability of a union مع b، مش هيك؟ طيب هاي شو بتساوي؟ probability of a or b شو بتساوي؟ probability of a زائد probability of b ايش كمان؟ ناقص probability of a probability of a and b اللي هي بتصير probability of a في probability of b. ليش طيب طرحت هاي المنطقة؟ تكررت. تمام. إذا جمعت الدائرة الأولى جمعتها للدائرة الثانية، شو اللي عملت له دبل كاونتينج؟ المنطقة الهاي، مش هيك؟ أنا بدي إياها مرة واحدة، يعني أنا بدي أجمع الدائرة الكبيرة مع الدائرة الثانية الكبيرة، بس إذا جمعت الدائرتين مع بعض في شيء تكرر عندي هون. لازم حتى أعوض لازم أطرحه. نعم. بس احتمالية تكون الأولى هي الدائرة كاملة، احتمالية تكون الثانية هي الدائرة كاملة. صحيح. لازم آخذ الدائرتين مع بعض، يعني لازم تاخذي التنتين الدائرتين مع بعض، بس أنت هيك عملتي الدبل كاونتينج للتنتين هم يصيروا مع بعض. بس أنا يعني حتى لو كانوا كلهم مدمجين مع بعض، يعني لو كانوا الدائرتين جوا بعض، كيف بدي أحط احتمالية؟ كرقمين يعني، ما هو كيف بدي أشرح؟ كيف بدي أشرح؟ خلينا نشوف كيف أحسن طريقة أشرح لك إياها. مشكلتك على فكرة هون رح يطلع معك غلط، لأنك أنت في شيء عملتي له دبل كاونتينج. probability إنه يصير A في جزء منه هو probability انه يصير A وما يصيرش B، مظبوط؟ هو عبارة عن هاي القطعة، مظبوط؟ يعني probability انه يصير هاي B وهاي A، probability انه يصير B في جزء منه راح يصير B وما يصير A، مش هيك؟ هذا، وهذا انه يصير A وما يصيرش B، وايش بنضيف لهم؟ probability of A and B. إذا جمعت الدائرتين مع بعض عملت مرتين، عدت مرتين probability انه يصير A ويصير B مع بعض. في طرق ممكن احسن من هيك اشرح لك اياها، بس المشكله بديش اقضي وقت كثير عليها. كانها بتزيد عن واحد. بتزيد عن واحد، ممكن في حالات معينه تزيد عن واحد، وممكن انا اجيب مثال رقم واشرحه. خليه بعدين، اذا مش فهمتيه بشرحه بتفصيل اكثر بعدين. فبصير عندي هدول الاثنين، هي probability of A زائد probability of B minus الدوبليكيشن اللي صار، هي probability of A and B. لو هذا الان بدي اطبقه، هلا هذا اور عندي هون مش هيك؟ هلا لو طبقت الماكس هون قديش بعطيني؟ 0.1. ولو طبقت الـ
product probabilistic or شو راح يكون عندي؟ 0.1 زائد 0 ناقص 0 في 0.1 راح يضلها كمان 0.1. طيب شو نست... نعم تفضل. يعني المينيمال ماكس في تجميع الاحوال، لا في حالات لازم لا في حالات راح يطلع معك، راح يطلع اختلاف بين الرقمين. انا بدك تقرر انت من البدايه لما تشتغل على السيستم تبعك، يا بتستعمل المين ماكس كرايتيريا يا بتستعمل البروبابيليستيك كرايتيريا. البروبابيليستيك كرايتيريا عباره عن البرودكت اذا كانوا ايه، اذا كانوا اند، والبروبابيليستيك اور اذا كانوا اوكي. هلا احنا المهم نفهم الفيزيكال سيجنيفيكانس، شو معنى النتيجه اللي طلعت؟ الجواب طلع معي 0.1. شو يعني 0.1؟ شو يعني ايش فيزيكلي؟ اشرح لي اياها بكلمات. ايش قيمه قليله؟ ماشي، قيمه قليله بايش؟ قيمة قليلة اللي هي في الـ في الديسكورس، في اليونيفرسال ديسكورس بيكون 0.1، فبدنا نشوف الممبر شيب فيها بين اي بين. تمام، اذا ال 0.1 شو بتمثل؟ الممبر شيب، كمية الممبر شيب في اي مجموعة؟ في مجموعة الريسك لو. احنا اللو كان عندنا ايش اللو فاليوز؟ سي1 وسي2. تمام، السي1 وسي2 وسي3 مش كان؟ نورمال ولو، لو ونورمال وهاي. اذا ايش عمالنا بنقول؟ عمالنا بنقول انه الريسك البروبابيلتي الممبر شيب تبعته في الـ في السيت الفازي سيت لو 0.1. شو راح يطلع هلا؟ بدنا نعمل احنا هلا دي فازيفيكيشن، فبدي اخذ بس حتى اعمل دي فازيفيكيشن بدي اجيب الممبر شيب تبعته في سي 1، الممبر شيب تبعته في سي 2، والممبر شيب تبعته في سي 3، ومنها بدي اطلع كريسب فاليو. اذا هي اول نتيجه. اذا احنا عمالنا بنقول هي هون راح احطها تحتها بروجكت ريسك. هلا راح يطلع معي من هون من اول رول، من رول 1 النتيجه بتقول انه 0.1 in اللي هو الريسك، البروجكت ريسك له 0.1 ريسك in لو اللي هي كانت سي 1. اوكي ماشي، هاي واضحه النتيجه اللي طلعنا فيها، هاي احد النتائج اللي طلعنا فيها في البدايه. اذا ما عملت لي واحد، ما طلعت لي واحد، بس قالت لي انه الممبر شيب 0.1 في هاي الريسك منها. طيب خلينا ناخذ الثاني، الرول الثاني. الرول الثاني ايش بتقول؟ هلا هون عندي اند، بدي اقرر استعمل من ماكس، راح نجرب المين ماكس وراح نجرب هلا هون ايش راح استعمل الان؟ الان ايش بيقابلها؟ المين ولا الماكس؟ المين او البرودكت. تمام، هلا لو استعملنا خلينا نشوف البروجكت فاندنج از مارجنال، هل البروجكت فاندنج له عضويه في المارجنال؟ ليه؟ هاي المارجنال مش هيك؟ اذا هذه هون قديش القيمه العضويه هون؟ 0.5 مضبوط. والبروجكت ستافنج از لارج، هل هو له عضويه في اللارج؟ 0.9. تمام، هلا اذا بدي اعمل اند، اذا عملت لها المين والماكس شو بيطلع معي الجواب؟ 0.9. اذا على اساس اذا عملت مين ماكس، خلينا نحطه هون بلون ثاني عشان يتغير. اذا اخذت المين ماكس الجواب راح يكون عندي هو 0.9. طيب اذا اخذت البرودكت، نعم 0.5 ايش ال بيطلع النتيجه؟ اسف 0.5 عندي 0.9. 0.9 مضبوطة 0.9، بس الثانية راح تكون هي البرودكت، البرودكت 9 في 5. إذا عندي البرودكت راح تكون 0.5 في 9 45 مش هيك؟ 0.45 مضبوط؟ دكتور الأصغر من أند راح تكون المينيمم، فراح تكون عندي 0.5، والثانية إيش راح تطلع معي؟ 5 في 4 45 مضبوط؟ 0.45 مضبوط مش هيك؟ اوكي؟ إذا بدي آخذ أقل آخذ واحد من هدول. شو معناها هاي سواء كانت 0.5 أو 0.45؟ الممبر شيب تبعته هي 0.45 أو 0.5 في أي مجموعة؟ في مجموعة النورمال. أوكي؟ إذا هي هون راح نكمل الرول الثاني أعطتنا الرول 2 الريسك 0.5 راح أحط بين قوسين 0.45 على أساس إذا كأنك أخذت الثانية إن نورمال ريسك واللي هي سي 2. شو ضل عندي هلا؟ الرول الثالثة. ناخذ الرول الثالثة، هون فيش عندي اند اور، فمباشرة تتذكروا الهيفي من والتول من شو أخذنا؟ أخذنا العضوية ونقلناها مباشرة، ما فيش عليها ايفالويشن. عندي هون إز بروجكت فاندنج إز انأديكويت، هل في عندي عضوية للإنأديكويت؟ 0.5 هيها إنأديكويت 0.5 مش هيك؟ فال 0.5 بتنتقل لل 0.5 مش هيك؟ مباشرة، ما فيش عندي شيء ثاني. إذا هاي شو راح تعطيني؟ راح تعطيني 0.5 ممبر شيب في الهاي ريسك. اذا عندي هون راح تصير الرول الثالثه رول 3، عندي 0.5 ممبر شيب ان هاي ريسك اللي هي
هي C3. هاي هلا النتيجة اللي بتهمنا. هاي عملنا rule evaluation. شو ضلت الخطوة الأخيرة اللي بنعملها؟ aggregation.